السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وقفات. ولكن اسمحوا لنا في البداية أن نرحب بضيفي ضيفكم الشيخ جمعان شبيب، الإمام والخطيب وزارة الأوقاف. السلام عليكم شيخ جمعان. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أبو دخيل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفعل وإياكم بما نسمع وبما نقول. آمين يا رب العالمين. وقفتنا في هذه الحلقة بعنوان سورة مريم، ما بها من الفضائل والتوجيهات. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم ونجعله حجة لنا لا حجة علينا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذا القرآن رجالا وأنبياء وصالحين ونساء، وذكر أقواما، وذكر أشياء كثيرة، عن حتى ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه السور، وخاصة في سورة مريم، أدعية الأنبياء. وأدعية الأنبياء هذا فقه عجيب وجميل جدا، أن الإنسان يتتبع ألفاظ الأنبياء التي خرجت منهم، كيف كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى، كيف كانوا يعاملون، ماذا كانوا ماذا ما هي ألفاظهم أثناء المحنة وأثناء الشدة وأثناء الاتهام وأثناء التشويه، إذا صح التعبير، في تأثيره في السمعة مثلا، كيف تعامل هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من مثل هذه الأحداث مع أقوامهم. كانت هناك صراعات، كانت هناك تحديات بين ابتلاءات. نعم، ممكن يقتلون الأنبياء، تعرض للقتل وقتل منهم، يسجن، يطرد، يهدد بأهله، ينفوا من الأرض ويقتلوا ويصلوا، يعني كل هذه العقوبات ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه أحداث مع الأنبياء وما خرجت من أقوال. كذلك بعض الأنبياء ابتلاه الله سبحانه وتعالى بتأخر الإنجاب، أن الله عز وجل قال إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. كلمات جميلة ذكرها زكريا عليه الصلاة والسلام. وأكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر أنبياء بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل يعني عاشوا في مراحل كثيرة جدا، في مرحلتين تقريبا مع موسى عليه الصلاة والسلام، ذكرهم الله، وهذه الأمة يعني صار فيها أحداث كثيرة جدا. فأرسل الله سبحانه وتعالى زكريا، وبدأ الله عز وجل بمطلع هذه السورة كاف ها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. شوف الآن، هذه إذ نادى ربه نداء خفيا. هنا وقفة أن الله سبحانه وتعالى يعني يثني على أنبيائه، ولهم لهم المكانة، ولهم طبعا لا يجوز إنسان التعدي عليهم، لهم وأن يؤمن بهم. فالإيمان بالرسل لا ينفك عن أي رسول، تؤمن من أول الرسل إلى آخره، من النبي عليه الصلاة والسلام. فلما ذكر الله عز وجل زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ما هذا الجمال في مثل هذه الألفاظ؟ ولذلك من الجمال في هذه الألفاظ أن الإنسان إذا أراد أن يطلب من الله شيئا فإنه يقدم ضعفه أمام الله سبحانه وتعالى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين. حتى جاء في الحديث وأبو لك بنعمتك واعترف بذنبي، فيعترف الإنسان، يقدم هذه الاعترافات قبل الدعاء. فإذا ولذلك يقول العلم أن الإنسان يتبرأ من حوله وقوته، لأن الدعاء يحبه الله عز وجل. الدعاء ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، إن الله يستحي أن يرد يعني يدي عبده صفر، ما فيها شيء. فإن الله عز وجل لأن الدعاء فيه انكسار وفيه كذلك تذلل لله سبحانه وتعالى. ولذلك قبل الله سبحانه وتعالى دعاء من؟ الصائم والمريض والمسافر. هؤلاء إيش القاسم المشترك؟ يقول أهل العلم أن القاسم المشترك بين هؤلاء هو
اللجوء وصدق اللجوء والضعف لله سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعا، دعوة المضطر مباشرة. المظلوم الآن، المظلوم لماذا لما كما قال في الحديث أنها تصعد كأنها شرارة إلى السماء، شرارة سريعة، مظلوم لما يعاني من حرقة في داخله وضعف. فإذن هنا هذا الدعاء، وأيضا ولم أكن بدعائك ربي شقيا، جمال ما بعده جمال في هذه اللفظة، في هذه الكلمات الجميلة، فيها تأدب أيضا جدا واضح ورقة يا أخي، تعامل راقي جدا في هذه الألفاظ، ولم أكن بدعائك ربي شقيا إطلاقا. لا يمكن، لا يجتمع الدعاء مع الشقاء، لا يمكن، لا يمكن أن يجتمع الدعاء مع الشقاء، وهو اعتراف أن الدعاء لم يشقه وأنه بإذن الله سوف يستمر، ومع الاستمرارية بروح مع الفاصل إذا سمحت لي، وبعد الفاصل نتواصل وبرنامج وقفات. أهلا بكم مجددا أينما كنتم مشاهدينا الكرام، ومجددا سمحونا نرحب بضيفنا وضيفكم الشيخ جمعان الشبيب الإمام الخطيب بوزارة اللغة والشؤون الإسلامية. حياك الله مجددا شيخ. الله يحييك. كان حديثنا عن هذه الوقفة سورة مريم وفضائلها وأحكامها والرسائل الربانية التي بها، وبدأت بآداب الدعاء من سيدنا زكريا. لم أكن بدعائك ربي شقيا، جمال ما بعد جمال. ثم بعد ذلك لا أريد أدخل في تفاصيل، ثم أيضا هناك ناقشت هذه السورة العظيمة قضية عفة النساء والبعد ومجانبة الفتنة ومجانبة مواضع الريبة. هذه مهمة جدا، أن المرأة لا تضع نفسها في موطن ريبة، لا تضع نفسها في مكان شبهة مثلا، لا تضع نفسها في مكان يحتمل أن كذا وكذا وكذا. والسبب إكرام هذه المرأة في الدين. نعم، وهذه المرأة، نعم هذه المرأة هي التي يعني يقولها العلم أن الله صان المرأة، صان الله عز وجل المرأة في عند أبيها، ينفق عليها ويعتني فيها ويعطيها، ومن كان له ثلاث بنات كله حجاب من النار، ثم بعد ذلك تروح وين؟ تصبح زوجة، فأيضا الزوج ينفق عليها ويعطيها ويكسوها، وإذا أرادت تسافر تأخذ الزوج مع الرجل معها. هذا دليل على إيش؟ على صيانة. ثم بعد تكون أما ويبرها، قال أمك، ثم من؟ قال أمك. قال شو يعني؟ إكرام للمرأة. ما في شك، المرأة في الإسلام تنتقل من إكرام إلى إكرام إلى إكرام إلى إكرام. فسورة مريم في مضامينها عفة للمرأة، ما في شك. قالت يعني قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. طبعا هنا هارون ليس هارون هو النبي كما قال المفسرون، هنا قالوا هنا رجل صالح يقال له هارون، يعني الآن عندنا محمد، ناس تتسمى محمد، مو معه، مو معناته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن هذا الاسم محبب ويحمل يعني اسم النبي عليه الصلاة والسلام ورجل صالح وكذا، فنفس الشيء هارون هناك كان عندهم هذا الاسم، وليس في المقصود هو أخو موسى، لكن رجل صالح، رجل صالح. فقال يا أخت هارون أنت الآن في صلاح، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. شوف الآن لقد جئت شيئا فريا، أنت الآن لما أتت في هذا، فالله سبحانه وتعالى، وهم كانوا على كفر ولكن رفضوا بفطرتهم البشرية هذا التصرف الظاهر لأعينهم. هذا اللي يعني هذا تدل سياق الآيات، تدل على أن هذا الأمر. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لما أتاها جبريل. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دون حجابة. فإذا مريم يعني هذا العفاف، وأنا أقول يا إخوة يا أخوات، ليس فقط العفاف للرجل للمرأة فقط، يعني صح أنه مهم جدا وأمر، كذلك أن الرجل يعني لابد يكون عفيفا يا أخي، عفة الرجل مطلوبة جدا.
كما جاء في الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام من الثلاثة الذين يحبهم العفيف، وكما قال عليه الصلاة والسلام. هذه العفة درس واضح يضرب في 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 أعماق هذه الصورة، تعليم العفة، نشر هذه الفضيلة، أن يكون إنسان عفيفا، رجلا عفيفا، امرأة عفيفة، تعلم هذا الدرس. كنت مديرا تكون عفيفا، كنت مسؤولا تكون عفيفا. المقصود بالعفة، العفة هو التنزه عن الرذائل، العفة البعد عن هذه القاذورات، العفة هو صيانة النفس من هذه الأنجاز. يعني بمفهوم بسيط، ارفع نفسك عن هذه الشواعر. ما في شك، هذه العفة، أن يكون إنسان عفيفا. فهذه العفة مفهوم قوي جدا جاء في سورة مريم، واضح واضح وضوح الشمس في هذه السورة العظيمة. إذا أنا أقصد حتى المعلم والمدرس يا أخي يكون عفيفا في 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 حتى في تعليمه، يا أخي يكون عفيفا في تعليمك يا أخي، وهو الشعور بالمسؤولية. أنا نبه على هذا الأمر يا جماعة، يا إخوة يا أخوات، أن يكون الإنسان دائما يبحث عن هذه الصفة وهذه القيمة العظيمة في حياته. نعم، من هذه المضامين في هذه السورة رسائل. إذا أردنا أن نأخذ عناوين لهذه الرسائل ونختم بها شيخ جمعان، هذا طبعا مدارسة هذه السورة مطلوب جدا، قراءتها، معرفة الأحوال فيها دائما. يعني هذه السورة تدور على إثبات التوحيد الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان دائما يلجأ إلى ربه تبارك وتعالى ويوحد الله عز وجل، وهذه واضحة. كل هذه السورة أغلب الأمور تتضح في توحيد الله جل وعلا، والله تعالى أعلم. في ميزان حسناتك بإذن الله. شكرا جزيلا شيخ جمعان شبيب، الشكر موصول إليكم أنتم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم، دمتم في حفظ الله ورعايته. سمع الله.